ألم تروا إلى القمر يطلع هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال، وهكذا جسم الإنسان وحياته تماما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ألم تروا إلى هذه السنين تتجدد عاما بعد عام، يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر الأيام سريعة كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. وهكذا عمر الإنسان، يتطلع الإنسان إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد بغته الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل الإنسان طول العمر، ربما يؤمل الإنسان طول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم. أيها الناس، ألم تروا إلى من كان معكم وبين أيديكم من الآباء والإخوة والأبناء، ألم يأخذهم الموت حتى كانوا خبرا بعد العيان، بينما كانوا مخبرين وإذا هم مخبر عنهم؟ وهكذا أنتم، سيؤول بكم الأمر إلى ما آل بهم إليه، سوف تكونون خبرا من الأخبار بعد أن كنتم أعيانا تخبرون عما مضى من الأخبار. أيها المسلمون، إن الإنسان ليأخذ من هذه الأمور عبرة، ليس لأجل أن لا يؤمل البقاء، ولكن يأخذ منها عبرة ليغتنم فرص الليالي والأيام بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته، حتى إذا جاءه الموت وإذا هو قد استعد له، وإذا هو قد بنى بناء يكون فيه في أعلى عليين. إذا نفخ في الصور نفخة